السلام عليكم، هلو ايفريبادي، معكم محمود، واليوم لسه مكملين بالجزء التاسع من جيم اساسنز كريد روج. احنا اخر مرة طبعا وصلنا لنفس المنطقة هاي وبدينا فيها بميشن كاملة، كانت لازم نتسلل على المخازن تاعتهم ونسرق بضاعة اللي اخذناها طلع توباكو يعني تبغ، عشان نعمل ابجريد للسفينة تاعتنا. بعدين عملنا ابجريد وهلا لازم نعمل كابتشر ذا فورت. هاي لسه نفسها، احنا لساتنا بنفس الميموري، يعني لساتنا ميموري واحدة او اللي هي يعني ميشن واحدة، بس عشانها كانت باخر الفيديو شكلها طويلة فما حبيت ابدا فيها، بديت ابدا فيها فيديو جديد لانه شكلها مشوقة هاي الميشن. فاذا هلا المفروض لازم نعمل كابتشر ذا فورت ونعملها سيل، يعني نوصل لعندها ونشوف كيف بدنا نعملها كابتشرينج. Cargo for the taking, sir. فإذا هاي هي اللي هي الفور بتاعتنا، لازم ناخذها أو نستولي عليها. فهيا بنا. هذا المفروض اللي أنا ضربته اللي هو هلا المورتر تبعنا اللي هو بيعمل دامج كثير منيح، هاي هي الفكرة تبعته. طيب إذا شكل المورتر مش ظابط، فأنا حتى بالتقنية القديمة بالتدمير اللي هي الكانن وخلص، وهي أول تاور جبناه وهيك بنكون ايش بدينا ننسف بالتاورز بتاعتهم، لانه موضوع المورتر شكله صعب او شكله مو ظابط، فما بدي اقعد مليون ثانية وانا بحاول فيه على الفاضي. يعني صرنا هلا مدمرين تو تاورز من اصل ثلاث، وهي الثالث المفروض هلا يتدمر او هيني بدمر فيه، بس هي كم سفينة هيك بتلحق فيه ومش حبيتني اوصل، فان شاء الله. بس خلينا ندمرهم اول عشان في وحدة لحقتني انا، صح؟ والله خلينا نشوف انا مين لحقني. في وحدة لحقتني، خليني احاول بركي بجيبها وبخلص منها، انها وجع راس. ونضرب الماين اللي فيها، نعطيها بهذا الجن. هاي بتكون شو وقعت، وهاي من فوق من هون. ما شاء الله في ألغام متخوف فيها هاي. طيب إذا هاي هلا هيك بنكون شو جبنا كل التاورز ونزلنا دمرنا التاورز، فهلا ممكن نعمل كابتشر للفور هو الحصن هذا أو القلعة يعني. طيب اذا ما عملناش فورت، انا حبيت اعمل بوردينج لهاي السفينه واقتل فيها خمسه كرو، يعني من هلا بجيبهم معكم نقتلهم وخلص. فكرت فكرت ليش اصلا اوصل سفينتهم وليش وجع القلب اللي بدي اوصل السفينه عشان اقتل، بس مش راضي خلاص. يعني قتلت ثلاثه فانه بقول لك خلص ممنوع تقتل غير هيك، لازم توصلهم. انا بقتلوهم او هي هذا بنستخدم الثاني نقتل فيه اثنين، نقتل هذا المحترم، نقتل الثاني، هيك خلص بنكون قتلنا 5 كروز. هلا لازم نرجع للي احنا فيها اللي هي انفلتريشن للدوك او انفلتريشن لل اسمها هاي الكاسل او الفورت. وهلا مسكناهم، هدول في اربعه استسلموا. بقول لك what should we do with the ship؟ repair the Morrigan, send to Cormac's fleet ولا salvage؟ والله ماني عارف. Prepare the Morrigan. كم Morrigan ما فيها شيء، يعني ما خدناش كثير. احنا 15 متل، 10 كلوث، 20 ستون، 6 زيوت، واحد طلع لنا صدفة. طيب send to Cormac's fleet، يعني خليهم عندنا يكونوا من الاسطول تبعنا.
طيب هلا اذا هيك انا لازم اعمل انفلتريشن للفورت للحصن او للقلعه او يعني هي نفس الاسم ما حتفرق بس هي فكره لازم نعملها اختراق الهدوء والهداوه عن طريق ال هي دوكينج زون يعني هون التحميل والمينا هي دوك هود لدوك ايوه هيك عم معمولها دوك على بقول لك كابتشر ذا فورت كيل ذا فرنش لوك اوت في اثنين اذا المفروض لازم نقتلهم عشان نبدا بالجيم بس انا المفروض طيب مش مشكله كيف بدي اجيبهم؟ ما هو هون السؤال هلا نقدر نهرب من هون يعني من فوق نجيبهم من ورا خلينا نجرب بالله شكله ما بنقدر نتسلق على الكاسل من هون او شكله لا من هون نقدر لها يمكن بنقدر نجيبهم بالخفية من ورا على السكيتة مش نقتحم ويجون الجيش كله سوف اقتلك يا ايها مش عارف شو ووجع القلب هذا كله ومليون واحد يكون عندي هاي ها هذا بنجيب الهداوي هيك وبنعمل له ايش اساسينيشن ولا من شاف ولا من جري وهذا هلا بنجيب الثاني اللي فوق اللي هون على نفس الطريقة نتسلق على الشجر ونجيبه عشان نكون من جماعة واحدة واحدة وما شفناش ومش عارف شو لازم نتحداهم او لازم نقتلهم او اي شيء نعمل معهم او خاصة هاد الاول واحد ينقتل فيهم لانه السيد المحترم هذا معه سلاح ملكي هيك على السكيت جناهم خاصة هاد جحش نعمل له بريك ديفنس ايوه هيك بنقتله ضل هذا يا حرام الحزين لحاله هيك سهل اقتل هذا المحترم وهيك شو بنكون قتلناهم كلهم انا بنقدر نفتح ندخل على الباب هون هيك المفروض Chasseur. Say, it has been so long. Were you on a special mission?
Yes, from Achilles. How interesting. So am I. Don't make me do this, Lushasar. Do what? Assassinate me? شكله الطريقة الوحيدة أقدر إني أضلني أهرب، ما أمسكوش ولا يعني ولا أقرب عليه لأن هذا حيقتلني. هيك شكله إذا ما بتقتله قتلك يا بالشباب. طيب إذا هيك هاي زبطت حاليا، بس أهرب لي كمان شوي بلكي بحاول أعمل ريجنريشن للهيلث وبطخه. أيوة هيك مات، بس اتفكت. As were you. Tell me, what are you doing inland? Special weapons. Poisonous gases to use against colonial authorities. I am merely a delivery man. Then may your final delivery be swift. طيب زين هاي انا ما فكرتش فيه انه اطخه، يعني بقول لك كاونتر، يعني لازم انت تصد، لازم نصده ونخبطه بالبرميل الثاني والطاوله، فلا اطخه مرتين وبضل اخر واحد بيموت لحاله. يعني هاي كانت جدا اسهل، اكتشفت انه عادي خلص اف تو شوت وطخه. وصرت افكر وهي صارت الجزيره اصلا هاي للتمبلرز كامله، قلعه او الحصن صارت للتمبلرز. Had no other choice. If the assassins find out I'm alive, they'll come after me. While you were busy taking down that fort, I happened to stumble upon the treasury. You don't say. It was the tent. طيب صار عندنا بقول لك نيو اوبجكتيف اكسس يور فليت، انا صار عندنا اسطول. واو والله ممتازه هاي الحركه. ذا نيفل كامبين، طيب مالها؟ بقول لك اد تو ماي فليت او سيل ذا شيب فور 40، لا اد تو ماي فليت. طيب اذا بريتش 7 ييرز وور بروجريشن 0 اوت اوف 33 اب كومينج ريوردز انلوك ايفلين. طيب كومبليت لويزيانا، شو هاي؟ choose a mission press اللي هي enter to accept selected mission. بلا خلينا نشوف الدي level of danger risky. طيب you collect هالقد ship requirement، ما انا فاهم شو هي اصلا بصراحة، يعني حاسسها زي الايام هدول الالعاب الحرب اللي بي 14. طيب لقيت السفينة بتاعتي وقعت من هذا الحكي. طيب اذا خلينا نشوف شو بده يصير بهاي السفينة. يعني طيب إذا جابت لنا ريورد 720 باوند اللي هو هذا أفلين فيجرهيد. طيب ديستنيشن انلوكت فلوريدا، خلاص اوكي مو مشكلة ممتازة. إذا هلا شو بدي فيها؟ كابتن هاز ذا هيلد. ذا كولونيل ثانكس اند كونجراتوليتس يو شي. He has returned to New York, but you look troubled. طيب إذا نشوف إذا بنقدر نوصل fast travel، وليش وجعة القلب كلها هاي. fast travel to North America، خلاص. طيب إذن رجعنا إلى نيويورك ولازم نقطع مسافة 600 متر. إيش على الأقدام كل هاد يا ويلي.
وهذا شو حقير المسافة اللي بدنا نمشيها أو نركضها، أو يعني إنه ما بتعب بس نفسيا يعني حقيرة شوي. شكلها الماب كبيرة، شكلها نيويورك ضخمة إذا لهالدرجة لازم نعمل كل هاي المشي. بس قبل ذلك وقبل أن نذهب إلى مش عارف مين اللي بدنا نروح له صراحة، ما بعرفش مين، خلينا نعمل هاي السينكرونايز عشان نبين الخريطة أحسن ونشوف كل شيء على الخريطة أوضح. يعني هاي إشي لطيف باللعبة بصراحة، بتبين لك كل شيء وتبين لنا كل شيء. ما هيك وضحت الخريطة يعني، فرجتنا الشارع كيف بلف، المباني أشياء كلها. يعني وين لازم نركض هلأ؟ أنا بطلت أعرف، احنا إجينا من منطقة أنا نركض على الثانية ولا كيف؟ طيب هي بدنا فنركض إذن. How long do you reckon the English and French been fighting? طيب اجتني شعار سايد اكتيفيتيز بس انا ما كنت صراحة حاب اعمله، فطنشت ولا اكني شفت وذهبت الى ما اريد الذهاب اليه. العالم المفروض تمبلر معنا، بس ليش لما هيك مبين على الخريطة انه هو ضدنا؟ يا ويلي هدول ال 600 متر والله حسيت فيهم طلعوا من مناخيري انا. انسى هو ككاركتر، انا حسيتهم فيهم او تعبت فيهم. شو بعيدة يعني 600 متر، المفروض بالسفينة نوصلها، نوصلها بثانيتين، اما ركض ومشي. طيب مع السلامة، شوفك بعدين، أنا بدي ألحق اللي كنت أنا فيه. الأوبجيكتيف من وين طلعوا هدول؟ غريبة، لقيت شو الإشي نط علي وهجم وهرب، أو قتلتها بعدين إشي تاني هجم علي كمان، ما حدا هرب، أنا اللي هربت في النهاية. ايوه طيب اذا هيك نبدا هلا بسيكونس، احنا هلا بسيكونس 3 بس بدنا نبدا بميشن كيب يور فريندز كلوز. اه ماستر كورماك، what you have learned from Le Chasseur was confirmed. The local lawbreakers are changing tactics. What's their plan now? Their boss has hired Benjamin Franklin to produce new weapons for them. He's very well guarded. Benjamin Franklin? The scientist? You have heard of him. Good. He is making equipment to spread gases among the populace. Toxic ones, as it turns out. The populace?
thought they would use it against the authorities. Though that would be terrible as well. The ruffians we have arrested refer to an intimidating woman. I believe she is behind these nefarious plans. I look into this. Thank you. Hope. I pray it's not you. أيوان، فإذا الأوبجكتيف بتاعتنا ريتش فرانكلينز هاوس اللي هو بنجامين فرانكلين. بس بقول لك I hope إنه هي ليدي هوب ما تكون this woman. يا حبيبي إذا كانت هي فمشكلة. Did you see him today? No. He hasn't stepped outside in days. Where do you think you're... What's Franklin working on? Not sure, but it sounds explosive. The boss really wants Franklin isolated. The hell with this. I have more lucrative projects that need my attention. طيب اذا انا دخلت محل مبطوشه لازم كان اقتلهم مع سكيتي، بس انا بعرفش اسكت لانه مصيبه. حبيت اجيبهم واحد واحد وشكلي حموت بهاي الطريقه الملعونه، وهذا لازم نقتله على السريع لانه هذا هو اللي دائما جايب خبرنا بالحياه. يا ويلي هذول بدهم يموتوا، يعني قصدي كم واحد بده يطلع لنا؟ لازم يطلع الجيش دايما، ما بعرفش يطلع هيك كم واحد وبس ويموت، والله يرحمه واكمل انا بالميشن وخلص. يعني هلا بالنهاية تجيني انت يا خلعوص وتقتلني واموت؟ ليش لا؟ هيني ها قتلتهم كلهم على السكيتي. شاي، it is good to see you again. Your friend Hope said you were away. I was. Sir, I've come to collect the results of your experiments. Oh, well, it's a very good thing then. I just finished fixing the prototype. Here you go. I was preparing to leave for Philadelphia and then Europe. I was invited to lecture in London. Oh, would you be so kind as to inform Mistress Hope? Of course. God, Hope. What are you doing with these felons? Turning the city against itself. What have you become? Something the matter, Master Cormac? No. Yes, just old memories. When I am issued new recruits burdened with regrets, I tell them the surest way to lose them is with gunpowder. You're right, Colonel.
This prototype seems very powerful. Use it with care, Master Cormac. Our intelligence says this thing can destroy certain fortifications, as well as injure several enemies at once. There is also a more subtle way to use it. Some of these grenades contain a strong sedative. Fire one into the crowd and they will fall asleep immediately. We should test this new weapon. Use it against that door. Oh, معنا صار grenade launcher. Well, like it's a powerful weapon, ranged weapon. مش powerful. It's a powerful ranged weapon which can use sharpnel, berserk, or sleepy grenades. طيب, you can purchase in the craft. طيب, مش مشكلة. يعني بحكي لنا عنه إن هو قوي مش عارف إيش هو. وبقتل وبجيب خبرهم وتقدر تستخدم هاي السليب دارد والبرزيرك والسليب جرينيد وهيك طيب مفروض هاي صح؟ هول تو درو يور جرينيد لانشر طيب اذا وبعدين شارب نيل جرينيدز ديل ماسيف دامج تو تارجت اريا طيب جرينيدز سليب جرينيدز رندر ذيم انكونشس طبعا منومه والبرزيرك تارجت تو اتاك اني ون ايفري ون نير باي واو لو بصيروا يقتلوا حالهم من حالهم طيب اذا هاي ندمرها خلاص هيك وفقت طيب اذا لازم نعمل destroy the poison supplies with optional key kill the three with upsar two kill put طيب مو مشكلة المهم هلا اخلص من هدول السبلايز الويبن او البويزن تبعون السم and that's my first target. أنا بأي وحدة قاعد؟ شارفنل مش برزيرك طيب أنا هاي معي 0 أو 3 منها كمان الحمد لله معي شي منها يعني المفروض هيك وهيك وتتدمر طيب هاي أول وحدة سابتاج هي مش تدمير هي لازم سابتاج ما بتخربها يعني طيب والتانية قريبة تاعت السم هاي تاعتهم سمي سمهم إن شاء الله طيب وخلينا نهرب زي محترمين على الثالثة نجيبها ونخلص المشن بلا وجع قلب انا على السريع الموضوع يكون سهل وسلس وسريع اوه سوري شباب سوري بس اجيت الدخل غلط دخل غلط دخل غلط اهرب من هون ايوه الحمد لله منيح اني وقعت هون اصلا بيني وبينكم طيب هلا ايش معنا احنا طلق ايه معناش ولا جرينيت غير السليب طيب عشان نعمل هاي السليب على الفاضي خلينا هون نشوف بلكي اخذنا لوت امو بلكي اخذنا جرينيت هاي برزيرك جرينيت طيب الحمد لله هاي فيه طيب اذا هاي الشوط حتضبط اذا بدنا شارفنل هي اللي بتدمر ايوه هيك بتدمر اكزيت ذا اريا واهرب هي مش اكزيت ذا اريا هي اهرب بالاريا من الاريا كلها ايوه طبعا لازم نهرب احنا زي المحترمين هدول ناموا طبعا حبايبنا
Ah, what marvelous destruction, Captain. I saw the smoke all the way from the Morrigan. That should discourage those miscreants. New York is safe for now. With all due respect, Colonel, it's going to take more than a few explosions to get rid of this kind of trouble. The boy is right, Colonel Monroe. Shay, was it? Congratulations. You just burned a whole lot of rats out of New York. I'm Jack Weeks. This is William Johnson. I don't know about him, but I'm pleased to meet you. Pleased to meet you as well. It is, terribly dusty here. I'm sure Shay can recount his adventures to us over a pint. Hey, the first round's on, the Colonel, huh? Is something the matter, Master Cormac? Just a little confused. I must have breathed some of that gas. Some ale will do you good. Come, we are all friends here. You will be taken care of. طيب إذن هيك إحنا وصلنا لنهاية هذا الجزء، يا رب يكون عجبكم، ولا تنسوا تعملوا له لايك شير، ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب، ولا تنسوا تحطوا كل تعليقاتكم تحت في مكان التعليقات، وتابعوني على كل وسائل التواصل الاجتماعي، واستنونا بالجزء الجديد من هاي الجيم، ومني أنا محمود ومن قناة جو جيمر بقولكم شكرا للمتابعة ومع السلامة.